فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله، ائتمنكم الله عليهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يزوج المرأة إلا من يتصف بصفتين: الدين والأمانة. فإذا اتصف بهاتين الصفتين صار كفأ للمرأة. أما إذا كان ليس أمينا فإنه لا يزوج، أو كان أمينا لكنه ليس دينه ليس بالقوي فإنه أيضا لا يزوج، لأن هذه مسؤولية بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي عقد النكاح، فإن الأصل في الفروج التحريم، ولا يحل منها شيء إلا بالعقد الشرعي الصحيح، وهو كلمة الله عز وجل. نعم. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أو بكلمة الله، يعني بأن الله بقوله تعالى في إباحة ما بين الزوجين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.